يا هلا يا هلا مرحبا يا هلا الله يحييك مرحبا. صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. السلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير. أولا الموقف هذا ما هو موقف خطابة، بل هو شيء في نفسي ويعبر به المحب لأحبابه. واللهم لك الحمد الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام التي تحثنا دائما على التواصل مع هالوجيه الطيبة النيرة المباركة إن شاء الله. والله يجعلنا إن شاء الله هداة مهتدين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يقدرني إن شاء الله على مشاركتكم أفراحكم إن شاء الله، وأن يجعلكم تهنئوا في حياتكم على ما يحبه ويرضاه سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك.